يحبون بالمعتقلات. انا عم بحكي باسم كل معتقلة، عم بحكي باسم كل ام عم تختنق قبل ما تنام، عم بحكي بكل جرح. نحن هون متواجدين لنوصل صوت نساء الداخل. في عنا قافلة الضمير اللي طلعوا من تركيا، ونحن هون صوتنا الداخل ونحن بنعتبره أقوى. جينا لحتى نفتح عيون العالم للأسف والضمير العالم النائم على قضية المعتقلات الموجودين وبأعداد كبيرة، ومن محافظتنا بشكل خاص في كتير عدد من المعتقلات ضمن سجون الظلم. نحن بنوصل صوتهم لهدول المعتقلات. لازم العالم والإنسانية تسعى للطالع معتقلة بتصور، يعني تركيبة معتقلة موجودة بالسجن مانا أمر سهل. من حقهم إنه إحنا نوقف معهم بس لمجرد نوصلهم صوتهم، لازم ينالوا حريتهم. طيب